مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلو كتير سهلة وسريعة. عنا نص لتر حليب، بسكوت، 3/4 الكوب كريمة سائلة، 50 جرام شوكولا بيضة، وملعتين ونص طعم نشا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بنحط النشا والشوكولا فوق الحليب، بنحركهم مع بعض على النار. ان شاء الله تكون الوصفات اللي عم بعملكم اياهم كتير عم تعجبكم، وشكرا جدا لتعليقكم والاشتراك بالصفحة. عم حاول كمان قد ما فيني اعملكم فيديوهات سهلة وسريعة وما بتاخد وقت معكم بالتحضير. على فكرة انا شو عملت، عم طول شوي الفيديوهات صرت عشان في كتير ناس عم بيقولوا لي عم بختصر من الفيديوهات كتير. بعرف في فئة قالت لي انه حلو الفيديوهات مختصرة جدا ما في كتير حكي فيها وعقولا، بس كيف في ناس كمان اعترضوا انه كتير مختصرين، في اشياء ما عم يفهموها بالضبط كيف تنعمل، عم بختصر بسرعة اشياء كتيرة. صرت لهذا السبب عم زيد شوي بالفيديو، طولوا شي خفيف للفيديو، عرفتوا كيف. هلا بنستمر بالتحريك ليشتد معنا المزيج. فينا بدون ما نحط كريمة نحط ظرف كريمة اذا عنا كريمة باودر، او كمان نحط علبة قشطة، يعني قد ما فيني عم سهلكم الفيديو، عرفتوا كيف. يعني المتوفر عندكم ممكن تحطوه، ويلي بحبها هيك بدون كريمة بدون شي كمان ما في اي مشكلة. كمان فينا بدون الشوكولا البيضة نحط نسلي، تطلع كمان بتعطي كتير طعمة طيبة النسلي بقلبها. هلا بس اخد هيدا القوام بدنا نحط الكريمة. بسم الله. كمان منحرك منيح لينخلط المزيج مع بعض جيدا. قد ما فينا منخلط عشان ما يحترق الخليط. بس خلطهم منيح واخدوا هيدا القوام. هلا بدنا نكفي الفيديو. طفي الغاز. بنحط البسكوت بأرض الصينية. بسم الله. بنحط عليهم اللي بحب الحلو أكتر ممكن يزيد بعد شوكولا بيضة، يحط مثلا 100 جرام شوكولا بيضة او يزيد سكر حسب الرغبة. حطهم على جنب لنعمل الطبقة الثانية. بنفس الطنجرة حطيت 3/4 الكوب حليب وملعقة طعم نشا. رح احط شوكولا جالاكسي حطيت حوالي 30 جرام، خلطهم مع بعض على الغاز. لاحظين هيدا الحلو بتاخد حوالي يعني 7 دقايق، اخذت اقل من 10 دقايق.
بس اشتد الخليط بهيدا الشكل. هلا منطفي الغاز. هلا بمد خليط الشوكولا على الخليط الابيض قد ما فينا نحطهم على رواق. هلا بمدهم. بعد ما مدينا الشوكولا هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي ساعة. هيدي الحلو بعد ما حطيتها بالبراد حوالي ساعة. هلا بدنا نرش على الوجه بس كاكاو. بسم الله. بيعطي شكل حلو الكاكاو. بهذا الشكل لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله. واو هيدا الشكل النهائي تطلع مثل الكريمة. طريقتها كتير رائعة. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.